في 10 دقائق فقط ستصبح خبير مخضرم في الأسلحة. ستتعرف على أنواع الأسلحة، أنظمة حركتها، ميكانيكيتها، أنواع العيارات، سبطانات، أنواع الرصاص، كلها في 10 دقائق فقط. كيف تنطلق الرصاصة؟ في طريقتين لإطلاق الرصاصة، إما نفخ هواء وإما انفجار. نفخ الهواء مخزن هواء يطلق الرصاصة والأسلحة الهوائية. أما عن الإطلاق أو إطلاق الرصاصة من البارود، وهي عبارة عن ظرف موجود فيه صاعق، موجود فيه بارود، موجود فيه رصاصة. الصاعق تضربه الإبرة، الإبرة أو الصاعق ينفجر، يولع البارود، يطلق الرصاصة. وش أنواع الرصاصة اللي ينطلق؟ إما أن تكون الرصاصة واحدة تنطلق ويسمى عبرود، أو أن تكون رش عادة اللي يستخدم في الشوزن. طيب وش الفرق بينهم وسبطاناتهم؟ السبطانات نوعين، إما أن تكون السبطانة نظيفة ناعمة من داخل، الثانية يكون فيها تويست، يكون فيها حلزون، يكون فيها دوران يدور العبرود. فالأولى الملسة اللي تطلق مجموعة رصاص في الشوزن لها مثلا موضوع ضيق السبطانة يسمى تشوك، يركبوا له تشوك قدام يتحكم في توزيع الرصاص. أو الثانية يكون فيها التويست ريت، معدل الدوران. هذا الدوران أو الرايفلينج أو الأسدود والخدود تؤثر على دوران الطلقة اللي يجعلها تستقر. الضيق يجعل تجميع الرصاص المنتشر يروح أكثر. تنصنع السبطانات مثلها مثل السكاكين، مثلها مثل أي معدن ثاني، إما من ستانلس ستيل لا يصدى أو كاربون ستيل يصدى. لكن السؤال الأهم والمهم جدا في موضوع طرق التصنيع، في شيء اسمه الكولد هامر فورجت اللي هو الطرق على البارد، وفي أنواع ثانية من الحفر العادي اللي يحفرها مثل ما يحفر الدريل، مثل الكات والبوتن. لكل واحد منهم مميزاته، يبي يجي لها بعدين النقاش. لكن الكولد هامر فورج دائما يشتهر بالصبر والعمر الطويل. طيب الآن السؤال، انطلقت الرصاصة وذهبت، كيف ترجع الأجزاء وتحرك المجموعة الخلفية لتدخين رصاصة إضافية؟ فيه 3 طرق. الطريقة الأولى أنها ما ترجع. شلون؟ ترجعها بيدك، وتسمى بولت أكشن أو زرفال، يعني هذا تسميات الشائعة. الطريقة الثانية أن اللي رجعها نفسها اللي ضرب كتفك، الارتداد. شلون؟ فيه مثلا البلو باك سيستم أو الانيرشيا سيستم. الانيرشيا عادة يسمونه حقين الشوازن، والبلو باك يسمونه حقين العباريد والبنادق. الطاقة الكامنة العائدة من انفجار الرصاصة يعطيك العودة ويحرك لك الأجزاء للخلف، بلو باك. لكن في نوع ثاني اللي هو الغاز أو الغاز سيستم. الغاز سيستم يا حبيبي راحة الرصاصة فيه داخل السبطانة، فيه ثقب يرجع لك الغاز وراء. إذا رجع الغاز وراء، إن رجع بستم طويل مثل السيارة، مثل السيارة اللي يحرك عمود الكرنك، فهو لونج ستروك غاز سيستم. لكن إذا كان صغير قصير يحرك الأجزاء، يعني مثلا نص ونص مقسوم، مثل اللي موجود في السكار، الأول موجود في الكلاشينكوف، الثاني مثل اللي موجود في السكار، حرك له قطعة، القطعة طقت في قطعة ثانية حركتها، شورت ستروك غاز سيستم. أما الثالث إن ما يكون في بستم أبد، يروح الغاز عش كمان على طول، اللي هو دايركت امبجمنت، يروح الغاز مباشرة ويحرك لك الأجزاء، يروح ينفجر عند كتفك ويرجع لك الأجزاء، مثل اللي موجود في M16. كل واحد منهم يبيجي له يوم حديث وكلام ومن اخترعه وشلون اخترعه وش مميزاته. رجعت الأجزاء، تبي تدخل رصاصة إضافية، في طريقتين للتدخير. إما طبعا إذا قلنا اليدوي الطريقة الثالثة، فإما أنها تسحبها من مخزن أو أنك تحطها حبة حبة. كنسل الموضوع. مخازن ثابتة وفي مخازن متحركة وفيه بلت فيد أو شرشور. المخازن الثابتة مثل الأمشاط، مشط الكلاشينكوف، مشط M16، الأمشاط، الدرمات الـ75، مش مخزن متحرك. في احيانا مخزن ثابت ويكون عاده في القناصات، تعبي الرصاص من فوق ويخزن في نفس البندقيه. اما الشرشور او البلت فيد اللي هو عاده تلقاه عسكري، يدخل من هنا ويطلع من هنا زي الحزام فيه الرصاص. طيب نظام التصويب، شلون الواحد يصوب ويركز على الهدف؟ في 3 طرق اساسيه للتصويب. اما انك تركب النياشين على بعض، وفي عده انواع مختلفه من النياشين، في نياشين امريكيه، في نياشين اوروبيه، في نياشين ممكن تقدر تقول روسيه، اللي هي قطعتين بعيدات عن بعض تحاول تطابقهم وترمي. اما النظام الثاني اللي هو الريدوت، وايضا الريدوت فيه انواع مختلفه على حسب التقنيات المستخدمه في الريدوت، لكن وش عباره عن نقطه حمراء تحطها على الهدف وتصوب وانتهى الموضوع، لكنك تحتاج تصفير لهذه النقطة، فمثلا تصفرها على مسافة معينة. كذلك النياشين الأولى لكل مسافة إعدادات مختلفة. أما عن الطريقة الثالثة للتصويب اللي هي الدربيل. الدربيل مو صليب وتحطه على الهدف قريب وبعيد زي بعض، لا، اختلفت المسافة تغير المسافة بناء على العوامل المختلفة اللي بننزلها يوم مقطع.
باقي لنا ثلاث أنظمة تصويت. طيب طيب ارجع 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 شوي أبو مساعد. العيارات أسمعك تقول عيار كلاش، عيار جثري، عيار شخوفة 762 في 39 792 في 51 223 50 كال 50 BMG، وش هالمسميات؟ للأسف أن بموضوع مسميات العيارات ما له قاعدة ثابتة، فبعض القوات العسكرية راحت إلى تسميات بالمليمتر مثل 762 في 39، 762 اللي هو قطر الرصاصة اللي يدور داخل السبطانة، 39 اللي هو طول الفارغ اللي موجود فيه البارود، هذا هو عيار الكلاشينكوف. تروح للعيار الجثري أو الجي 3 أو اللي يسمونه الناتو، يجي 762 نفس القطر، لكن العبرود كبروا شوي، زاد البارود، فاش صار 51. أوه حلوين. تروح بعدها إلى 762 54 R، هذا عيار شخوفة. ليش R؟ علشان فيه تحت وراء رم شفة، يعني مختلف عن الرصاص، هذاك الرصاص فيه حفر جوا هذا الشفة. تروح مثلا 50 BMG، إيش معنى 50؟ نقطة 50، نص إنش، نص بوصة، حتى بعض الدول يسمونها نص بوصة. BMG براونينج ماشين جان. فالتسميات قد تعود للصانع، قد تعود للمقاس، قد تعود للثقافة السائدة، فالمسميات المثابتة قد تحتاج بعض الدراسة. لكن اللي يهمك في العيارات غير موضوع القياسات، الاستخدام والسرعة والوزن. فمثلا إذا زاد الوزن زادت الطاقة، فإذا ضرب يؤثر أقوى، زادت السرعة زاد الاختراق. طيب وش يزيد السرعة؟ يزيد السرعة شحنة البارود، حجم الفارغ. وش يزيدها؟ إن الوزن يصير خفيف، العبرود يزيد خفيف، يصير خفيف. وش يزيدها؟ شكل العبرود، طول السبطانة. إذا طالت السبطانة احترق البارود كامل، فزود السرعة. هذه كلها عوامل مختلفة ويعتبر بحر. الاستخدامات واستخدامات الأسلحة، طبعا تجي لاستخدامات الأسلحة تقدر تقسمها تقسيمات مختلفة وبحر طويل. فمثلا قد تقسم حسب الهدف، فإذا كان الهدف صيد فيقسم من هذا سلاح صيد، إذا كان الهدف عسكري فيسمى سلاح عسكري ويقسم عسكري وله استخداماته ومواصفاته. إذا كان الهدف مدني، شلون يكون مدني؟ المستخدم مدني لا قدر الله في حالات معينة، يسمى سلاح مدني ولا مواصفات الأقل قدرة من المواصفات العسكرية مثل ما قلنا في المقطع السابق، موضوع قدرة الاختراق. وقد يكون الاستخدام استخدام رياضي مثل المسابقات، فبعض المسابقات تستلزم أسلحة خاصة رياضية للمسابقات. لكن قد يكون في تقسيم ثاني أكثر منطقية، وقد يكون خاص للعسكريين فقط، اللي هو حسب المدى. فمثلا المدى القصير يسمى CQB Close Quarter Battle، فيه الاستخدام في المدى المتوسط اللي هو مدى القتالي العادي، وفيه المدى Long Range اللي يستخدمون فيه القناصات مثل هذه قناصات Long Range اللي هي قناصة زرفال ترمي مسافة معينة. ما بين المتوسط واللونج رينج فيه مدى اسمه DMR اللي هو Designated Marksman Rifle، اللي هي بندقية تغطي الفراغ بين القناصات وبين الرشاشات العادية. وفيه ELR Extreme Long Range اللي هو المسافات العالية جدا اللي قد تصل إلى 3000 متر مثلا، هذا Extreme Long Range، وقد يكون هذا استخدامه ضيق ومحدود ورياضي، وهذا قد يكون في بعض المهام العسكرية اللي تستلزم مع بنادق أكبر ELR. لكن احفظ المصطلح. عاشرا متفرقات. فمثلا يقول لك بول بوب، ايش معنى بول بوب؟ اللي هو البندقية اللي يكون مخزنها راجع وقبضتها متقدمة للرماية، هذه تستخدم لتقليل حجم السلاح وتطويل سبطانته. الأسولت رايفل اللي هو البندقية الهجومية المتعارف عليها، المفروض رشاش M4 M16، خلينا نقول M4 كاربين، الكاربين هي البنادق المقصرة المصغرة. هالمصطلحات مهمة. أيضا من المصطلحات الريفولفر المحالة أو المخزن والمشت، هذه تلقاها غالبا في المسدسات. أخيرا وليس آخرا، أنظمة التدريب المرتبطة بالرماية. في طريقتين مدرستين في تعليم الرماية، إما أن تكون رماية عملية وهذه رماية مختصة بالمدنيين، أو رماية تكتيكية وهي رماية خاصة بالعسكريين. في فروقات بينهم في إجراءات السلامة والحركة، هذه بعض تهدف إلى السلامة الكاملة في الرماية العملية، هذه تهدف إلى التأثير الكامل على الخصم. يعني هذه إبسك ويو إس بي إس أي، إبسك اللي هو الرماية العملية العالمية، يو إس بي إس أي اللي هي النسخة الأمريكية من الرماية العملية، أو التاكتيكال شوتينج أو الرماية التكتيكية، واللي الرماية التكتيكية العادية العسكرية المتعارف عليها. كانت هذه مختصرات لعالم الأسلحة، إن شاء الله أنه يكون أضافت لك يعني معلومة معلومتين لتسهل لنا في المستقبل التعمق أكثر وأكثر وأكثر في عالم الأسلحة. اشتراك ولايك وشارك المقطع وسلام.